مجددا والى التفاصيل. اسفرت قرعه الدور نصف النهائي للبطوله العربيه للانديه عن مواجهه الاهلي مع الفيصلي الاردني والترجي التونسي مع الفتح الرباطي للمغرب. وتقام مباراه الاهلي والفيصلي في 8 مساء الاربعاء القادم على ملعب برج العرب، بينما تقام مباراه الترجي والفتح المغربي يوم الخميس المقبل على استاد الاسكندريه. نتابع في التقرير التالي تفاصيل قرعات نصف نهائي البطولة العربية للأندية. في كرة القدم حتة الطار ورد الاعتبار والكلام ده بيبقى كلام كبير شوية، لكن هي في النهاية يعني لازم تقول ان هي مباراة مختلفة عن الأولى خالص، مباراة السيمي فاينال مختلفة عن حسابات المجموعة. احنا خدنا أول مباراة في المجموعة قدام الفيصلي، لكن المباراة الثانية مختلفة تماما يعني. فكل أقدر أقوله إن إحنا إن شاء الرحمن عازمين على لقاء قوي بإذن الله تعالى يأهلنا للفاينل بإذن الله. رؤيتكم كجهاز فني للبطولة كابتن سيد، ومدى استفادة النادي الأهلي من المشاركة البطولة؟ يمكن عندنا استفادات كثيرة، جزء منها كبير قوي رايح بعدد اللعيبة اللي ما كانتش بتشارك بشكل طويل في البطولة المحلية أو الدوري. دلوقتي الحمد لله 4 من شاركوا وقدموا مردود طيب جدا جدا جدا، فالاستفادة كانت فنية بشكل كبير قوي، عدد كبير من اللعيبة مش عدد قليل يعني. الخطة أو البرنامج الخاص بالفريق خلال المرحلة الجاية، خصوصا إن حتى إن شاء الله لو تأهلنا للنهائي هيكون في مباراة سموحة بعديها بكام يوم، هل هيبقى في معسكر مستمر في اسكندرية ولا هيبقى؟ كابتن حسام البدري هنقعد النهاردة مع كابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري هيحط رؤيته بقى للفترة اللي جاية، لكن كل أقوله إن الفريق جاي النهاردة، أنا مستنيهم هنا وهيجوا النهارده بالليل بعد تمرين 9-6 ان شاء الله الرحمن على برج العرب باذن الله. مواجهه اهم هتبقى مع الترجي في بطوله افريقيا، هل كنت تفضل او ممكن لسه في فرصه ان احنا نقابل الترجي ده بالنسبه لك او بالنسبه لكم كجهاز فني شايفين النقطه دي؟ يعني نتكلم في البطوله العربيه، وكل وقت له حساباته وكل مرحله ليها تفكيرها يعني، فخلينا في البطوله العربيه في الوقت الحالي ومباراه الفيصلي. بالعودة للأخبار من جديد، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية للأندية. ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين للمباراة، ثم سفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب. وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك. اهلا بيك فيروز، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. حازم، في البدايه احكي لنا عن تفاصيل التدريبات النهارده. النهارده التدريب بعد دقائق معدوده وهيبدا ان شاء الله باذن الله في تمام السادسه والنصف. تدريب طبعا مهم جدا قبل الذهاب للمعسكر، لو انت عارفه ان احنا قبل الفيصل البطولة ان شاء الله يوم الاربعاء في الدور نصف النهائي. نعم. طيب من خلال متابعتك للتدريب يا حازم، هل بدأت تظهر ملامح التشكيل اللي قد يخوض بيه كابتن حسام بدري مباراة نصف النهائي؟ هو طبعا في تدريبين قبل المباراة النهارده وبكره ان شاء الله باذن الله هيبقى التدريب في اسكندريه، على ضوء التدريبين دول هيتحدد بشكل كبير التشكيل اللي هيلعب. لكن في لعيبه طبعا اتضح ان هو مش هيقدروا يكملوا الاصابه زي محمد نجيب، وليد سليمان بشكل كبير جدا مش هيقدروا يكملوا البطوله. طيب حازم، هل في اي اخبار عن برنامج الفريق لحد يوم الاربعاء؟
هو النهارده التدريب الساعه 6:30 ان شاء الله، وبعد كده في سفر للدخول في المعسكر. الفريق هيتمرن بكره في اسكندريه، بعد كده هيخوض اللقاء يوم الاربعاء ان شاء الله. حازم برعي مراسل. نعم، خلينا اضيف لك ان الجهاز واللاعبين استقبلوا القرعه بالتحيه كبيره، ان هم شايفين ان هم كان لازم يلعبوا الفيصل الاوروبي الثاني لرد الاعتبار، او لان هم يعني الماتش الاولاني كان ليه ظروفه الخاصه من غيابات كثيره من لعيبه كانت بعيده شويه عن المشاركه، فجت الفرصه ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يعوض الماتش دوت ويروح للمباراه النهائيه ان شاء الله. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. وبالعودة للأخبار من جديد، أعلن الجزائري محمد روراوة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفق مع الجهات الأمنية على زيادة الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والفيصلي الأردني بنصف نهائي البطولة على ملعب برج العرب ل 25,000 مشجع. وأضاف روراوة أن مباراة الترجي التونسي والفتح المغربي والتي ستقام على استاد الإسكندرية ستشهد حضور 7,000 مشجع. أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الأهلي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي الأردني في الدور قبل النهائي بالبطولة العربية على الموقع الرسمي للنادي من خلال قسم التذاكر. وأكد شمس أنه تيسيرا على جماهير النادي تقرر فتح باب الحجز بداية من اليوم وحتى غد من أجل حضور المباراة المقرر لها الأربعاء. وقال وليد مهدي مدير إدارة المباريات أن استلام الجماهير للتذاكر سيبدأ صباح الأربعاء من منافذ شركة فوري بمختلف أنحاء الجمهورية. أكد رمزي أبو سندس رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الأردني إن قرعة نصف نهائي البطولة العربية للأندية ظالمة على حد تعبيره، حيث سيواجه النادي الأهلي والذي كان معه في نفس المجموعة. وأضاف أبو سندس أنه على الرغم مما أسفرت عنه القرعة إلا أن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس، خاصة وأن الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي مستوياتها متقاربة، مشددا على هدف الفريق وهو التتويج بالبطولة. وشدد أبو سندس على قوة فريق الأهلي وظهوره المميز في البطولة على الرغم من خوضه المباريات باللاعبين البدلاء، إلا أن رغبتهم في الفوز ساهمت في تأهلهم لنصف النهائي. أعلن مجدي عبد الغني عضو اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لوائح مباريات نصف نهائي البطولة. وقال عبد الغني في المؤتمر الصحفي على هامش القرعة أنه في حالة التعادل سيلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي على مدار شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح. أكد الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أنه سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة للبطولة العربية للأندية المقبلة في ختام النسخة الحالية والمقامة في مصر، ويسدل عليها الستار يوم 6 أغسطس المقبل. وقال رئيس الاتحاد العربي في تصريحات لوسائل إعلام سعودية أن هناك دراسة لإقامة النسخة المقبلة خارج الوطن العربي، مؤكدا أن هناك العديد من العروض لاستضافة البطولة المقبلة أبرزها لندن.
وأضاف بن خالد أنه تم وضع موعد مبدئي للبطولة في كل عام، حيث سيتم الاختيار ما بين الفترة من 1 يوليو وحتى 15 من أغسطس. أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الرباطي المغربي عزاء لاعب الكرة المغربية عبد المجيد الظلمي داخل فندق إقامتهم في برج العرب بالإسكندرية. وشهد مقر إقامة الفريق بالإسكندرية مساء أمس الأحد حالة من الحزن، حيث ارتدى لاعبو الفتح قمصان تحمل صورة الظلمي ورفضوا الاحتفال بالتأهل للدور قبل النهائي للبطولة حزنا على نجم الكرة المغربية. ومن البطولة العربية إلى اتحاد الكرة، حيث أكد حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الوطني للمحليين على جاهزية الفريق لمواجهة منتخب المغرب في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها يومي 13 و 18 من أغسطس المقبل. وقال صدقي أنه تابع مباريات كثيرة للمنتخب المغربي ودرس كل نقاط القوة والضعف في الفريق من أجل المواجهة المقبلة. وشدد صدقي على أن المنتخب سيبدأ معسكره غدا على أن يتم السفر إلى الإسكندرية يوم 7 أغسطس المقبل استعدادا لمباراة الذهاب، موضحا أنه قد يتم استدعاء لاعبين جدد للقائمة الحالية. ونطير إلى أوغندا، حيث أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم تعيين موسيس فاسينا مديرا فنيا مؤقتا لمنتخب أوغندا خلفا للصربي ميلوتين سيردوفيتش، والذي قدم استقالته من منصبه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية. ويستعد منتخب أوغندا لمواجهة مصر يومي 31 أغسطس و 5 سبتمبر المقبلين ضمن منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وذكر الاتحاد الأوغندي أن موسيس فاسينا والذي كان تولى منصب المدرب المساعد سيقود منتخب أوغندا بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 6 نقاط، ويأتي أوغندا في المركز الثاني ب4 نقاط، ثم غانا بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو براسفيل بدون نقاط. قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر حفلا لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2017 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في تقليد اعتاد عليه النادي في السنوات السابقة. ومنح مجلس الإدارة الأمهات المثاليات شهادات تقدير بالإضافة إلى درع النادي والعديد من الهدايا العينية، حيث تم تكريم 3 أمهات وهم السيدة ليلى محمود أحمد من مقر الجزيرة، والسيدة حلمية عبد السميع من فرع مدينة نصر، والسيدة ماجدة محمد فرج من فرع الشيخ زايد. وهناك أيضا تكريم خاص لوالدة الشهيد إبراهيم حسني آدم عضو النادي. وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. كريم اهلا بك. اهلا بك يا فيروز واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. كريم، في البدايه احكي لنا عن تفاصيل الحفل النهارده.
طبعا يمكن في لفه رائعه متعودين عليها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بتكريم الامهات المثاليات. يمكن السنين اللي فاتت كان في تكريم ايضا للامهات المثاليات، خاصه النهارده مجلس الاداره تكريم لعدد من الامهات المثاليات. طبعا اللي كان فيه لجنه بتقيم طبعا بعد حاله الكفاح اللي بالنسبه لكل الامهات، كل الامهات اللي طبعا عماره كبيره جدا هنا، قصه كفاح كبيره جدا لو معي طبعا من خلال لقاءاتنا مع الامهات عانوا معاناه كبيره جدا في كنت اولادهم مع احفادهم الثلاثة. دليل على كده مجلس اداره النادي الاهلي النهارده كان في تكريم بحضور المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس بالكامل، الكابتن مطار الجري مدير النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، لواء سامي كمال مدير فرع النادي الاهلي مصر، كل طبعا المسؤولين هنا من الادارات كانوا متواجدين، وكان حفل رائع جدا طبعا. وكان قال كلمه المهندس محمود طاهر في كل الامهات على دورهم العظيم في تربيه الاولاد، في تربيه الناس الموجود الابطال اللي بيكونوا متواجدين وبيحملوا اسم مصر في المحافل الدوليه، ده من التربيه الكبيره من الام وحاجه لفته رائعه جدا. وكان في ايضا كمان النهارده بعض الفروع توزيع بعض شهادات التقدير، ويمكن ان ايضا كمان من خلال لقاءاتنا مع الامهات بيشيدوا طبعا بهذا التكريم، بيقولوا حاجه كبيره جدا لما النادي الاهلي بحجم وقفلته الكبيره يكرم الامهات واعضاء في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، دي حاجه رائعه جدا. واكيد اي مجلس اداره النادي الاهلي من خلال التفاوض على اللفته الرائعه مع الامهات المثاليات في النادي الاهلي. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لي، كنت معانا عبر الهاتف. انا الالتزام دايما بتعلم بتحرك بجري، مش بس عشان حياتي بحب الكوره، بطير بحلمي وعندي هدف، إلى متابعة الألعاب الأخرى، حيث أكد طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أن الفريق قادر على المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل. وأضاف خيري أنه تم وضع برنامج مميز يضمن تقديم عروض قوية والحفاظ على شكل الفريق في الموسم المقبل. وقال خيري: سنقاتل من أجل إسعاد الجماهير وأطلب منهم استمرار المساندة كما تعودنا منهم أنه ليس هناك أي إخفاق في الموسم الماضي. أكد عبد الله السعيد عبد السلام عفوا لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي أن الاستعدادات للموسم الجديد تسير بشكل جيد والجميع جاهز فنيا واللاعبين لديهم رغبة قوية للغاية في تحقيق موسم متميز للأهلي بالفوز بكل البطولات من أجل إسعاد الجماهير هذا الموسم. وأضاف عبد الله عبد السلام أن الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، والكل سيقاتل هذا الموسم للتتويج بالثنائية المحلية واللقب الأفريقي. وأوضح عبد الله عبد السلام أن جمهور الأهلي هو رقم واحد في مصر، ونتمنى منهم المساندة الكبيرة هذا الموسم. أرسل الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى خطاب شكر وتهنئة للنادي الأهلي بمناسبة تأهل حسن عبد الجواد لاعب الأهلي والمنتخب الوطني للإطاحة بالمطرقة إلى بطولة العالم والتي ستقام في لندن خلال الفترة من 4 إلى 13 أغسطس. وأكد الخطاب تقدير اتحاد ألعاب القوى لما بذله النادي الأهلي من مجهود كبير لرعاية عبد الجواد وتوفير المناخ المناسب له لتحقيق هذا الإنجاز. ووجه اتحاد ألعاب القوى الشكر من جديد للنادي الأهلي على تعاونه المثمر في رعاية الرياضيين.
بعد الفاصل. أحد أساطير نادي ليفربول يشيد بمحمد صلاح. وبالعودة للأخبار من جديد، أشاد روبي فاولر أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي بمحمد صلاح لاعب الفريق من بعد المستويات الرائعة والتي ظهر عليها خلال مشاركته في المباريات الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد. وقال فاولر في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية، محمد صلاح سيكون لاعب مهم للغاية مع ليفربول في الموسم الجديد، لقد شاهدته في المباريات والتي شارك فيها حتى الآن مع الفريق، وأعتقد أن الألماني يورجن كلوب المدير سيمنحه الفرصة الكاملة، فهو لاعب سريع ويعرف جيدا الطريق إلى مرمى المنافسين. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. البدري يطلب اعتماد لائحة مالية للبطولة العربية لتحفيز اللعب. ومن الجمهورية تدريبات خاصة لأزر. من المساء الأهلي بكل نجومه في المربع الذهبي. ومن الوفد السولية يتخلص من آلام الركبة ويشارك في تدريب الأهلي. من المصري اليوم، سيد عبد الحفيظ، مباراة الفيصلي صعبة وحساباتها تختلف عن لقاء دور المجموعات. أما من الوطن سبورت، فأيوب عن لقاء الفيصلي، الأهلي يبحث عن اللقب ونحترم جميع منافسيه. من الشروق، مواجهة مكررة بين الأهلي والفيصلي في نصف نهائي البطولة العربية. ومن فيتو، الأهلي يعسكر الليلة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الفيصلي. من يلا كورة، 25 ألف مشجع للأهلي بقبل نهائي البطولة العربية. وفي الجول، البدري تعاملنا بحكمة شديدة في البطولة العربية وجاهزون لأي منافس. أما من دوت مصر، فعبد الحفيظ ينتظر وصول بعثة الأهلي إلى الإسكندرية. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.